بعد انطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة رسميا، ناس كتير بدأت تسأل عن موقف أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة اللي بيقدمها البنك المركزي، وهل هيستفادوا منها ولا لا. النهاردة هعرف لحضراتكم كل حاجة بخصوص المبادرة وموقف أصحاب المعاشات، وكمان الأوراق المطلوبة. تابعونا. البنك المركزي سمح لأصحاب المعاشات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بسعر فايدة متناقص 3% وفترة سداد بتصل ل 30 سنة. وكمان أعلن البنك المركزي امبارح رسميا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فايدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل ل 30 سنة، ودي لأول مرة. وبيمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من المبادرة سواء لمحدود الدخل أو متوسط الدخل، وده بيكون بعد استيفاء شروط أخرى بجانب شروط المبادرة. وحدد البنك المركزي شروط لأصحاب المعاشات، أولها إن ما يتعداش عمر المستفيد عن 75 سنة بنهاية مدة التمويل، وإن يكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس موسمية، يعني ما تاخدها السنتين ثلاثة وتسيبها. وكمان في شروط أساسية حددها البنك المركزي سواء لمحدود الدخل أو متوسط الدخل. وبالنسبة بقى لمحدود الدخل، فبيتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4500 جنيه للفرد الأعزب و6000 جنيه للأسرة، وقيمة الوحدة بتكون 350 ألف جنيه، وبيتم دفع 10% دفعة مقدمة، وده بالنسبة لمحدود الدخل. أما بقى بالنسبة لمتوسط الدخل، فبيكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10000 جنيه للفرد الأعزب و14000 جنيه للأسرة، وبيتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة، واللي بيصل سعرها من مليون ل 100000 جنيه كحد أقصى. وبالنسبة للوحدات اللي بيزيد سعرها عن مليون و 100000 جنيه والحد مليون و 400000 جنيه، فبيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة. وكمان بيشترط إن الوحدات دي تكون جاهزة للسكن. وبكده نكون خلصنا الشروط، ودلوقتي هعرف لحضراتكم إيه هي الأوراق المطلوبة. أول حاجة طبعة معتمدة ببيانات المعاش، ودي بتجيبها من التأمينات. تاني حاجة صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد الأفراد الأسرة، ودي بتكون وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وكمان شهادة ميلاد الأبناء ورقم قومي وكده عائلي. وآخر حاجة إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي زي الكهرباء أو الغاز أو المية. وبكده تكون خلصت فقرتنا، ولو عندكم أي سؤال بخصوص مبادرة التمويل العقاري سيبوها لنا في الكومنتات، ونشوفكم في فقرة جديدة إن شاء الله.